عايز اعرف ايه راي حضرتك في شركه ممفيس وايه راي حضرتك في الرحله بتاعتك؟ هي نمرة واحد شير في شركة ممفيس. شركة الصراحة منظمة الرحلة كويس جدا الحمد لله، وموجود الأستاذ أحمد ربنا يخليك الأستاذ محمد طبعا والرحلة الواحد يعني أول مرة يطلعها وعرف حاجات كويسة كان نفسه يعني كتنظيم وكإدارة وكإن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نعمل الشغل كويس. الحمد لله اتبسطتوا معانا؟ لا بالنسبة للنقطة دي اتبسطنا جدا جدا جدا. طيب الحمد لله، ميرسي جدا يا حاج، وإن شاء الله بإذن الله نشوفك السنة الجاية إن شاء الله. ممفيس شركة كويسة بتعامل معاهم بقالي فترة في أماكن كتير معظمها جوه مصر يعني شرم الشيخ والغردقه والمره دي الاقصر واسوان، فكل الحاجات دي بوزيتيف. كشركه بحس انهم ناس بروفيشنال بيقدروا يظبطوا الرحلات، اسعارهم كويسه، مواعيدهم كويسه، بيحاولوا على قد ما يقدروا يقدموا سيرفيس كويس. ليه تعليق نيجاتيف الوحيد الأقصر وأسوان الوقت ما كانش مناسب، رش قوي، مزنوق قوي، الحاجات مرهقة، عايزة شباب علشان يقدروا يعملوا الكلام ده، فما بتبقاش مناسبة قوي لكبار السن. الوقت لازم يكبر شوية، ما تبقاش 3 أيام أو 4 أيام، أنا حاسس إن تتفرد على أسبوع ده بقى أصرف، المزارات تاخد حقها أكتر، لكن الشركة في حدود الباريو بتاع والايام دي عملت اللي عليها فيري جود يعني. احنا متشكرين جدا يا باشمهندس ونورتنا. الحمد لله الصيف حلو قوي، احنا قضينا رحله جميله جدا جدا، مناسبه ومرتبه، والمرشد اللي كان معانا كان مثقف جدا جدا، ادانا معلومات تمام جدا عن كل المعابد اللي زرناها البر الغربي والشرقي وعن كل الحاجات، كان مثقف جدا ودي حاجه جميله. والحمد لله احنا سعداء، وبدعو كل المصريين الحقيقه انهم لازم يشوفوا اسوان ويشوفوا بلدهم والمعالم الجميله اللي لازم تتشاف في بلدهم. شكرا جزيلا. تعاملي في اول رحله ليا معاهم شركه ممتازه، يا رب كده كل سنه معاكم ضيف ان شاء الله باذن الله. بس ليه يا ترى الصيف احنا في المحافظات ما نسمعش عن الشركات زي كده، فلو ليكم فروع عندنا في المحافظات اعتقد ان هتكون الناس كتير جدا عندنا في اسماعيليه بالذات، المساحه عندنا ضيقه في المحافظات. وان شاء الله باذن الله كل سنه نكون معاكم ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لحضرتك. سعداء خالص بثلاث حاجات. اولا التزام الشركه وباختيارها للمشيرين الحقيقه. ربنا يخليك. يعني اويل نفسك كل حاجه من شغل والله يا احمد بس بصراحه. ربنا يخليك يا دكتور، ميرسي جدا. وعارف بتتكلم في ايه؟ والعامل الثالث الصحبه الجميله بقى. الله، لا انا احييك بصراحه. يعني انا بشكر يعني قبل ما اقطع رحله لازم يبقى معايا مين؟ ما هو ممكن يعني الحمد لله انا بشكر دكتور روح معاك، بشكر دكتور روح بصراحه. ميرسي يا دكتور، ميرسي يا دكتور. واحنا سعيدين بيك والله. تجارب صحيه وزوجات محترمه والتزام من المركب ومن الشركه وكل حاجه كانت في البرنامج الطبي الصح. ميرسي يا دكتور، ان شاء الله يكون لنا نصيب ويبقى لنا لقاء اخر. ميرسي يا دكتور، ميرسي.